السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياك الله عزيزي المشاهد، يا مرحبا ومسهلا. قبل أن نبدأ المقطع لا تنسون والاشتراك، اشترك الآن عشان ما نخسر بعض. يا جماعة أبواب يقولون إذا ما جتك هدية نجاحك حنا نجيبها لك، لكن وش الهدية؟ آيفون 11 12، آخر آيفون الرقيق الأخير. برضو مسوي لنا فعاليات موسم الجيمرز هنا، وأنا اللي ماسك الفعالية. فعالية بتبدأ تاريخ 28 اللي هو يوم الجمعة، مو بس الجمعة هذه، لا والجمعة اللي بعدها والجمعة اللي بعدها، وكل جمعة في واحد منكم بيفوز بآيفون، ومو بس آيفون، في جوائز كثيرة، لكن يقولون نتعلم مفاجأة مرة حلوة. عزيزي المشاهد حمل تطبيق أبواب، هذا هو موجود عندك الآن، شوف هذا أيوة، حمله الآن، وإذا ما سجلت سجل دخول فيه واشترك، ضروري الاشتراك يا جماعة. وطبعا يا جماعة المسابقات والجدول والفعاليات بتكون على المسرح وأنا المقدم، فلازم تجون كلكم ضروري. والآن بشرح لكم مسابقة الآيفون من أبواب. لازم تكون طالب في مدرسة وتكون مشترك في التطبيق، وهذا أهم شيء، وراح يختارون الفائز عن طريق سحب عشوائي، يعني أنتو حظك. وكل يوم جمعة راح ناخذ فايز بالآيفون. والآن أعلمكم شروط مسابقة المسرح اللي أنا بقدمها. أول شيء راح يكون تحدي بين الجمهور، أنا بسوي تحدي بين الجمهور الحاضرين طبعاً، والفعالية هذه ممكن أختار 10 إلى 20 متسابق، والفائز له جوائز يعني من غير الآيفون. راح تكون فيها 3 جولات، الفعالية الأولى 10 أسئلة عن فريق فالكونز، أتوقع أنها مرة سهلة وإن شاء الله كلكم تفوزون، ولكم 45 ثانية على ما تجاوبون. والجولة الثانية 8 أسئلة بتكون ومعاكم 40 ثانية، والفعالية الثالثة بتكون 5 أسئلة وأول واحد بيجاوب هو اللي بيفوز، يعني من أسرع. وراح أوزع عليكم سبورات بيضة وكل واحد يكتب أجوبته. عاد حموا من الحين، أبيكم تحمونها. جاء وقت، أعطوني وقت بسيط أتكلم لكم عن أبواب اللي هم سووا كل هذا اللي تشوفون أنتم الآن. طبعا يا جماعة الخير أبواب منصة تعليمية للمتوسط للثانوي، تحصيلي القدرات، يعني مرة بتفيدكم أنتم الطلاب. طبعا يا جماعة الخير أبواب عندهم تطبيق بالأندرويد بالآيفون، ولهم مقطع إلكتروني برضو، وعندهم حصص يا جماعة الخير مع أفضل المدرسين بالسعودية. طبعا يا جماعة الخير تطبيق أبواب عندهم جداول داخل التطبيق، عندهم بنك الأسئلة تكون عليها جوائز، هذا كله داخل التطبيق وانت ببيت وانت بغرفتك ممكن تفوز. وعندهم تجميعات ونماذج محدثة باستمرار. وشكرا أبواب لتاحة الفرصة هذه، والله العظيم كان ودي مرة أني أقدم وأسوي جوائز من يوم أني صغير، ودي أقدم الجمهور وأسوي لهم جوائز، لكن جاء اليوم اللي راح أسوي تحديات ومسابقات وجداول. يا مرحبا، حياكم الله يا جماعة الخير، لايك واشتراك. طبعا يا جماعة الخير احنا إلى الآن متواجدين في موسم الجيمرز في مقر فالكونز في البوليفارد، رابط حجز التذاكر تحت بالوصف، تعالوا خلونا نشوفكم. فكرة المقطع يا جماعة الخير أبتفق مع واحد من الجمهور يمقلب واحد من اليوتيوبر، واروح لليوتيوبر وعلم ان هذا بمقلبه، ونشوف كيف ردة فعل الشخص اللي من الجمهور. ممتاز. يلا مشينا على المقطع. هوب، توك مصور مع اوبلز. ايه طيب اسمعني، بدك تروح الاوبلز الان. ايه تقول له يا ابوي سيارتك خايسه، ابشر سيارتك خايسه، بالله شيلها، حط اي سياره، حط دتشن بدال اي شيء، سيارتك خايسه مره زين، ابشر. يلا لبس المايك، وش تقول له؟ أقول له ان سيارتك خايسه يا ولد، غيرها بدل ديتسن ولا سنات، اي حط سنات ولا شيء احسن من هذه زين. يلا روح مع الكاميرا، روح اوبلز يا اخوي، سيارتك خايسه يا ولد، بدلها بدل سناتها ولا شيء، والله انها يا اخوي. ايش هذا تمون يعني علي انت؟ اي مكينة ولد، ايش هذا تمون علي عشان اي روح هاي ولد، والله اعرفك، هل قد شفتك من قبل؟ اي توني من هون، ايش قاعد تصور انت؟ ايش في يا ولد؟ والله ليش تقول الكلام ده؟ هل تعرفني يا ولد؟ ما تعرفني صح؟ يا ولد ليش تقول لي كذا؟ لا اعرفك يا ولد، وقف تصوير، صالح صالح وقف تصوير، نمزح معاك قبل ما نختار دبل، واتفق معي وايد، قال في واحد بي مقلبك بس انت مقلبك. حبيبي سامحني يا حبيبي، عادي والله يا اخوي، والله اتابعك من 8 سنين. الله يسعدك يا حبيبي، تسلم والله يا رايس، انا اسف ما قدرت اتحمل كثير اللي وقعت، لا هو نفسه والله ما قدرت اتحمل. مقلبنا هذا الضحيه الثانيه من الجمهور، نورتني بعد قلبي وانا اسف يا عيوني لك، احلى صوره الان. السلام عليكم، ممكن تعطوني ثواني من وقتكم؟ هلا مرحبا، جاء رايد بكاميرته، جاء نحن فيها، هلا مرحبا. ركز معي، اسلم، في واحد من الجمهور اتفق معاه يمقلبك، بيجيك بيقول لك سيارتك خايسه غيرها، ازبدله. انت تقول يا ابوي يا رجال دز امها بس، لا طلع مو من الجمهور وتضحك، ورب الكعب انه متفقين يعني. اي انا متفق معاه، بس اني عني مقلبك، بس الحين انا علمتك عشان مقلبه هو، فهم؟ انت ايوه ايوه نايس. يقول سيارتك خايسه، جيب دتسم دال، اقول يا ابوي دز امها، لا اركضك الحين، يس اطلع برا مكاني، لا الحين شيلوه، تم اقلب كانك صدق، بعدين علم انك تمزح. تم يا ويلك زليت، تعال بسم الله، ما هو معليش اسف لنا مايك. كيف حالك؟ انت جريء ولا مو جريء؟ جريئين بعد والله. ابيك تروح المكسيكي الان، تقول له مكسيكي يا اخي ليش اسمك كذا؟ بصير مره بس قول له كذا زين، بس المقلبه، اعطني المايك جاهز، شغله شغال روح مكسيكي، قول له مكسيكي يا اخي ليش اسمك صغير مره؟
ونحيف وصغير. اسم اسمه كلش اسمك ضيق وصغير زي المسواك. بس قل لك كذا زين. يا شلونك المكسيك؟ عساك طيب؟ هلا والله يا اخي. في مشكله يا اخي، جسمك صغير وضيق كانك مسواك، ما يصلح المكسيكي. مسوي فله انت ولا تزحف؟ مسوي فله ولا تزحف؟ زعل زعل المكسيكي. لا تعال تعال، وش اللي قصير ومسواك؟ ها خله خله خله. لا قاعد تزعل. سجن سجن. لا 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 لا، اتكلم معك صادق. انا جاي اذب عليك المكسيكي. ايش يذب؟ الدنيا فوضى. هي فوضى. بعلمك. مين اللي قال لك هذا؟ انت انسان بالغ. انا يا ولد انا افكر افكر. عادي عادي، مكسي مكسيكي يتقبل. لا ما يتقبل، خوي. اي خويك انا. برا برا طلع. اوف اوف اوف. برا برا برا. اسحبوا علي. انا اللي قربنا قربناك يا عمي. ما يصلح يا ولد. والله والله مره. شوف عيال كذا اصلا، ترى امزح. ترى ترى قل انا معلمك، ترى بيجيك واحد يقول لك تقرب علي. ولد عمك انا يا بعد عمر. يلا نعم 60. الله يسعدك يا حبيبي. ما قصرت معك والله. الله يسعدكم يا هلا. عشان كذا تمون علي صوت قوي يا مرحبا. انا عادي الذال وليد وفيصل وشيخ لازم يدل بالضبط. طيب تعال تعال قرب المايك. الله يسعدك يا بعد عمر. ما قصرت يا حبيلك. حلو مكسيكي. وين؟ مو طبيعي. شكرا محمد. تعال بسرعه. مرحبا محمد، شلونك؟ هلا والله محمد. ركز معي. خليني معك. مركز. بيجيك واحد من الجمهور، انا متفق معاي مقلبك، وبعلمك المقلب وشو عشان ايش تبرد وجهه. بيجيك واحد بيقول يا اخي ليش قصير مره؟ ايش بتقول انت؟ يا ابوي هذا خلقه ربي، ازبدله كان. اوه لا بس انا عندي من اول. ايوه مالك هي السلبيه. مضغوط. هذا خلقه ربي. مالك مالك. وسبد اسبد بعدين علم. شفت الوضع كذا؟ ترى انا ادري بمقلب. هو يحسب اني انا ما ادري. هو يحسب انك ما ادري. حلو عادي ازود. اي قول يا ولد بخليكم تمسكونه. اي امسكوه طلعوه. اي اي بعدين علم. ازل ازل ما عليك. كيف حالك؟ الحمد لله. مقطع ثاني. مقطع ورب العباد لو اعطيتني شيء اكل. لا 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 والله لا والله لا 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 لا. انا ترى من ذاك اليوم لليوم ما اكلت اندومي كارهها. حط ماكينه اسمعني. ها الان هذا مقطعك مو مقطعي. اوكي ابيك تروح للي قول لي انا قاعد اصور مقطع ويعني واشوف السلبيات اللي بالشباب. قول لي يا اخي ليش اسمك كذا؟ بس قل لي كذا. لا لا اترك الموضوع عندي. لا لا بس اسمعني ركز معي واثق فيني. اوكي هلا والله للي انا جالس اصور مقطع على مقطع قناتي. يا اخي للي ليش ما تسوي رياضه جسمك كذا؟ اوكي بس قل لي كذا وشوف رده فعله. بس وش خلاص يلا يلا سولف كله مقطعك. واذا اداني كف ترى انت تتحمل المسؤوليه. الحين رايحين نحن عند للي. حلو رايد شكل الظاهر انه يبين يجيني كف. حلو ترى انتم ما تعرفوا الحوطي. للي للي هذا هذا حصلنا. للي للي هذا مقطعي في القناة. أدري إني قروشتك كل يوم أديك مقطع مقطع بس هذا مقطعي. تمام. السلام عليكم. عليكم السلام. بس هذا المقطع اسمه صراحة. وش صراحة؟ حلو يعني أي شيء أقولك يا الحين ما تزعل. تمام. حلو ليه جسمك كذا زك؟ ليه ما تسوي؟ ليه ما تنحف؟ ليه ما تفكر إنك على سبيل المثال شيء تهتم في صحتك؟ هذا مقطع أو شيء؟ أي مقطع. اول شيء حرفيا لازم تهتم بصحتك لان احنا في فايلكم خلاص يعني جالسين نطرد الناس اللي اوفر سايز. دقيقه 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 كيف قلت لي صدق ذكرت طز قلت فيها. ليه؟ لا لا والله صدق انت والعيال قلت فيها. ليه؟ لا لا اتكلم صادق ترى. كل ما زادت الجلسه جسمك ولا سيقانك ولا ترى ما يضحك. المتابع ابو شرف. ابو شرف المتابع ما يبغى يتابع زي كذا. إيه؟ زي ذا القرف. إيه؟ سيقانك وجسمك والله عمرك زقت فيها. وانت معليش ما اشترك انت من وصلت ل 100000 وتقعد تحلب فينا تحلب فينا تحلب فينا ما توصل المرحله ذي والله يا منكي. والله العظيم المقطع ما راح ينزل. اي مقطع؟ المقطع ده راح ينزل. انا مالي دخل. الله يلعنك الله يلعنك. الله يلعنك. لازم يا مانكي. لازم والله قال له والله قال له والله. اول مره اشوفه جد. والله اللي قال له مانكي. قال له لا قال له الا مانكي الا مانكي. هذا المقطع المقلب اللي بيتمقلب. وانا شد حيلي. يا اذني سخنت خبيث. هذا الخبيث اللي حق يقول قل له ما وصلت 100000 وتحلب له مقاطع ثلاث مقاطع. والله اذني سخنت. اي انا اضر منكي يبغى يقول انه مقلب يبغى يقول انا حاشر 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 حاشر. هذا ما شفت ما سمعت انا بعيد مره. لا ما ابي اضحك وخرب المقطع. والله كثرنا اسفين. هذا مقلب للجمهور قبلك ومقلب العيال بعدك. منكي انت ومنكي دخل 100000 يا جماعه. يستاهل كل خير. بحط حسابه تحت. والله اذا ما قلت ليش ليش ما باقي لنا شيء على المليون ان شاء الله المليون. قريبه بين اي المليون. اشتركوا بقناته بعد. ابيكم تدعمون قناه للي واد. شو تقولون من طرف راهي من طرف راهي ازعجوه.
وبشيل بالبلوكات اخفاء اي اسمع اسمع ينظرني بيقول لي مقلب وانا وش الكلام هذا وما ادري وشو انا اشوف يوم من يسار ادور رايد رايد تعال يرحم امك تعال خلاص هالمره غيرنا شوي يا جماعه من الجمهور نبدا باللي ما راح نمقلب اللي بنعلمه احنا انا بكلم مونكي المقلب حلو لكن ابيك تعرف المقلب ونقلب عليه تبي هبلو تويست ايوه دبل عندي في المقلب بقلب للي وانا اعلمك وش المقلب عشان يبرد وجهه هذه خطه المقطع بس وش وش يسوي وش يسوي بخلي مونكي بيجيك بيقول لك يا اخي للي ليه ما تسوي رياضه وكذا انت شو تسوي نزل النظاره واغسلها يا ابوي شايف جسمك قرات كذا واغسلها اثبت له طيب هذا مقطع بيقول لك مقطع مقطع قول يا ابوي كات طفي الكاميرا ايش دخلك جسمي ترى خلاص جسمك جسمك خلاص يا اخي مسكين مونكي لا لا عادي عادي مسكين والله مسكين والله مسكين والله مسكين خلاص تمام بخليه يصوت لك زين حاول انك تمشي هنا اصوت لك الان بيجي معه مايك هو اثبت طفي الكاميرا خلاص صار علبته جسمي 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 وين 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 بيقول لك جسمك كذا بيقول لك بيقول لك ممكن انه هو بيصور المقطع يقول ممكن هذا مقطعي وبتكلم عن جسمك جسمك كذا نزل نظاره وافلم عليه ايش في جسمك صراحه حلبت ام جسمي خلاص كت 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 المقطع هذا ما ينزل والله ما ينزل افلم عليه بس حلوه صراحه هلا والله ابو عبير يا مرحبا يا جماعه الخير هذا ابو عبير ابو عبير نهايه المقطع هنا حلو افلم على مساعد ابو البدلات ايش السلام عليكم مساعد كيف حالك والله انا بطلع من الفريق لان صارت لي ضغوطات خلوا يبحث يسولف ليش خليه يقنعك ما عليك اي شيء هذا بنحطوه اي شيء تصفير من الزر اي شيء روح انا ماني معك فين هو فين مقطع كل هذا مقطعي قولي هذا مقطعي حبوه لا 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 خلي الكاميرا بعيد ابو مقلب مقلب في بلدي خلي الكاميرا بعيد لا تحاول خلاص اجل انك تسوي تغطيه انك تصور خلاص حاول انك ما تبغى ابو شرف كنا قاعدين شوف قطع ابو شرف كذا سوي كذا قول اصور هنا تصور قطع عليه هنا صور هذه صور هذه وهناك هناك شوف واقف هناك شوف عند السي سي بلاي الان متحمس متحمس مره اشوف رده ابو عبيد دامك تشوف يا عزيزي المشاهد الان الله يدخلك الجنه اشترك والله ما بقى شيء يدخل مليون ونص مليون و500 يا جماعه اشترك الله يوفقك يلا ها وقف يلا والله العظيم لا انتظرك ما عندي مشكله اشترك اشترك والله ما اشترك ما راح اسوي شيء اشتركت يا علك بالجنه احبك يا شيخ شوف ابو شرف بصوره كذا عام من المقهى اي مالك وين وبقول لك شيء ولا تزعل انا قاعد اتكلم من الصبح 20 مليون مره ما نعرف صراحه ايش ابدا معك ها خلني بقلبك على لسانك ايوه ما ابغى على قولهم يعني ودي اكثر ولا شيء لكن ابمشي مكه ضغوطات مي طبيعيه ويعني قول يعني ابغى افكر اكثر من يعني من مره انه ممكن خلاص ان شاء الله بطلع ان شاء الله من الفريق واتكف مكه واجلس مع عيالي واجلس مع هذا الله يستر عليك يا امير ما قصرت الله يخليك خلاص ما قصرت يعطيك العافيه شكرا حبيب مع السلامه اشوفك على خير انت 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 ما معك مقلب يا ولد يا ولد يا ولد انا خفت شو قاعدين احنا ابو عبير سنه يقول الكلمه بس والله بس افكر اسمع متفقين علي؟ المقلب يتنقلب بالله يا ولد ابكي بالله يا ولد يا ولد قال الله يستر عليك بغيت اسوي لي وعد الان بنروح للمساعد المساعد شلونك؟ طيب ان شاء الله اسمعني مساعد فكره المقطع اني امقلب واحد اتفق معه على مقلب لكن هو يتمقلب حلو ابو عبير بيجيك بعد شوي بيقول لك مساعد انا بطل الفريق ايش تسوي؟ قول له اطلع الله يستر عليك خليني اتكلم بس كده على طول بس بالصبر يا الله شرف ابو عبير بيجيك بعد شوي بيصوت لك يقول هلا يقول انا بطلع من الفريق ترى قول الله يستر عليك خليني اتكلم مسح عليك يا وين ابو عبير الله اني بيسال الان بدور واحد من الجمهور يعني ندور يعني اللي روحه حلوه ما يزعل نبي واحد كذا يعني كويس مره وينك وينك اللي ما تزعل السلام عليكم انت جريء ولا مو جريء انت جريء ولا مو جريء ابيك تسوي مقلب ابو عمر تقدر ولا لا لا انت ما تقدر ايه هذا من الناس اللي ما يقدر يا ولد كلهم بريئين ما ودي والله ما ودي اكسر قلوبهم السلام عليكم هلا يا بارد الوجه كيف حالك طيب ان شاء الله ابي واحد منكم جريء عندي
والله العظيم اسحلني. أبعطيك مايك، أبيك تدخل عند أبو عمر تقول له أبو عمر أكلك له ريحة، بس قل له كذا. والله لسويها جب. عطى مايك. والله. أيوه. قل أبو عمر كيف حالك يا أخي، أكلك خايس له ريحة، بس قل له كذا. يلا روح اصبر 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 اصبر، روح قبل روح قبل بالكاميرا انت. اهلا وسهلا، نورتوا. ابو عشاء مجاني؟ ما في شيء مجاني. اهلين ابو عمر. يا اخي شام ريحه من دخلت. ريحه اكلك في ريحه حلوه يعني؟ لا غريبه. ليش تخش طيب؟ اجبروني. لا ما اجبروك. اللي اجبروني يا اخي. لا, لا ما تظني مكانك برا. ما اطلع انا برا، انا جيت ما اطلع. لو سمحت برا، لو تكرمت. والله اني ما سويت كذا، جبروني ترى. ترى جبروني انا المقلب، ترى مقلب عليك. سوي فيني هذا هذا خشيش، هذا خشيش برضه. انا ما رضيت كذا والله، ما رضيت كذا. ابو عمر مره ما تقدر ايه متفكين عليك بس بك شيء والله. طبعا ما خلى احد، الله يبين جمهور اداره وعيون يا بعد عمري، ما خلى احد. انا ما عندي مايك. يلا اخذناك محتوى. سلام عليكم. العافيه عليك. السلام عليكم ابو عمر. وعليكم السلام. كيف حالك؟ اسمعني ابو عمر. لا 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 تخاف والله من هذا. اسمع الحين جد زايد والله. اسمعني، في واحد من الجمهور الحين بيجي عندك بيقول لك يا اخي اكلك له ريحه، انت شو تسوي؟ زبدله. انا بقول له بالمقلب ابو عمر، لكن ما يدري انك انت تمقلب. ما خليت احد في قرفاتك. ايوه ايوه لازم نكرمهم. يجيك واحد بيقول لك يا اخي اكلك له ريحه، زبدله. قول يا ابو ايش دخلك؟ مو برايك، لا توكل على الله. زبدله ابو عمر، لا زبدله. انا ادري انك ما تقدر، لازم ارجوك. زين بناخذ ردة فعل. ايش يقول؟ عندك خمس ثواني بس بدي بعدين بقى. اي شيء عادي تمام. يا ويله. المقطع بسيط جدا. المقلب العيال كلمه واحده وشوف ردة فعلهم فقط لا اكثر. بيتمر العزيز وتوقع بغرفه يبث. ما يبث، يسوي سنابات اعلام مدري شو. يقول له عزيز يا اخي ما تحس انك حلبت فيفا؟ خلاص هذا اليوم نزل مقطع فيفا. ايوه قول يا اخي خلاص. قول له هذا مقطعي. يقول هذا مقطعي انا قاعد اعلم عيال سلبياتهم. يا اخي حلبتهم فيفا. يقول انا محنك وانا الناقد، وانا اليوم دور النقد، ابغى انتقد. أيه. وانت مره ما تبعجبني. يا عمري بودي. يلا مقطع. السلام عليكم. اهلا يا عزيز. حياك الله. الله يحييك. مقطع عندي في القناه. زين؟ لا سالفه كذا دخيل. طيب ايه بعلك سكر الباب عشان الصوت. زين؟ الفكره يا طول العمر السلامه اني انا هذه مقطع اسمه مقطع النقد والحنكه. اروح عند كل واحد من العيال وانتقده. طيب مالي في الانمي انا يعني. لا بنتقدك انت بحنكتي. انتقدني في ايش؟ انتقدك انت. انا ملاحظ عليك شيء يا عزيز صراحه. ايش؟ انا حسب خبرتي في مجال اليوتيوب مستمر لمده سنتين، انت قاعد تنهار، قاعد تدمر. انهار؟ اي ليش؟ فيفا قاعد تدمرك. شو؟ فيفا قاعد تدمرك. يعني زي مقطع اليوم. فيفا فيفا قاعد تدمرك. لا لا فيفا زي مقطع اليوم. حرفيا انت قناتك في انحدار، انا اتوقع حسب اللي انا قاعد اشوفه ست شهور انت راح تترك المجال. لو استمرت فيه. ما شاء الله عليك خبرة والله. شي شو اللي فيفا تدمرني؟ يعني انت شو محتواك انت عشان تتكلم عن فيفا؟ انا ون بيس. فيفا اللي طلعت ون بيس اللي شغلت امنا. تعالي قول محتواك اليوم. دقيقة دقيقة دقيقة. لا طيب هذه وجهة نظرك، ما عليك من الارقام. دقيقة دقيقة هذا بعد انا قاعد انظر بعيد. دقيقة كم ماخذ من عشرة؟ جاي انت تفلسف ليش ما تصير واحد؟ مزوي شوف مجنون حنكة على عيني وراسي في الانمي في مجالك، اما تيجي تتفلسف على محتوانا مزوي. لا صدقني ترى مستواك اللي اشتغلت فيه ما عندك الا ون بيس. ون بيس ون بيس انا بيك الافضل. انا ارى فيك بندريتا يا حبيبي. شوف بندريتا في نفسك كان متاخر عني. ابو عادل استانس. ابو عادل ما يدري اني انا وعزيز التنفيذ حكينا عليك. شوف ون بيس حقين ون بيس. ترى امزح والله يا اخوان. اشغال هذا حتى ون بيس مالتين. وش ذا التويست؟ ايه سوق الون بيس هنا. لا انا قاعد اقول ون بيس محتوى. ون بيس اللي سويته فيني. اي والله فيفا بس بيجيك بيقول فيفا مساعد المعضل حق وين يطلع من احصائيات المقطع بالتصحيح. يقول محتواك اليوم ابو كلب 2 من 10. طيب يا جماعة الخير حساب اودن هنا وحساب عزيز برضو. اودن ما بقي له شيء على النص مليون. ال 400 بعدين النص باذن الله. يا حبيبي انا عندي 400 في نص مليون على طول ان شاء الله. جيش رايد اركضوا عنده على طول ونفكر نشوف تتابعون بيس ولا لا. شكرا عزيز. وحساب عزيز تحت صغيره شوي على 3 مليون. ايه اثنين 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 انت تزود ما شاء الله. عزيز في واحد من العيال بيجيك يا ابو عبير يا اودن. بيجيك واحد من العيال بيقول لك يا عزيز تراك بس تحلب فيفا تحلب فيفا ايش تسوي؟ اضرب عليه. وش يحلب فيفا؟ يا ابوي وش؟ طل سولف
زبدله، انا بقول المقلب عزيز، ابيك انت مقلبه، فهمت الفكره؟ طيب اوكي تمام. بيجيك واحد هنا، هنا بيطق عليك سو بيجيك. كم يبي له؟ دقيقتين بس بصوت له بقول له. اسمع بيقول لك تركت تحلب فيفا اغسله، وين احلب فيفا؟ ايش فيها؟ فيفا وصلتني. او لا 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 انت ايش محتواك؟ زبدله. من جيت تبي ابو عبير ولا اودن؟ اودن. لا ابو عبير نفسي. اودن اودن. ابو عبير نفسي. يا ابوي اسمع اودن. يا ابوي ايش نزلت محتوى كراتين افلام كرتون؟ زل. يعطيكم العافية يا جماعة الخير، لا تنسون اللايك والاشتراك. فوندر عطهم اشتراك. باقي شوي على 1.5 مليون يا جماعة. إذا ما أنت مشترك اشترك. الله يسعدك. حسابات الشباب تحت كلها، اشتركوا عندهم. يعطيكم العافية، مع السلامة.